إذا مر اسمه في الصلاة، فإن كانت صلاة النفل فالعلماء على أنك تصلي عليه، يعني يصلي الإنسان وهو يصلي بنفسه أو يصلي التراويح إماما أو مأموما، فيقول الإمام محمد رسول الله، يا أخي يذكر عندك، فقل اللهم صل عليه وسلم بينك وبين نفسك. وإذا قرأت القرآن منفردا من التدبر، يقول الإمام العلامة بن باز رحمة الله عليه، من تدبر القرآن إذا مر اسمه أن تصلي عليه. الحين بعض الناس يقرأ، يا أخي هذا جفاء والله، تقرأ قرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ولا تصلي عليه، محمد رسول الله ولا تصلي عليه، هذا ما في تدبر. الإمام ابن القيم يقول رحمه الله، أما الصلاة عليه في صلاة الفرض ففيها خلاف بين أهل العلم، يعني صلاة الفرض فيها خلاف، أما صلاة النفل فالأمر يكاد يكون قطعيا أن تصلي عليه، فكيف بالقراءة خارج الصلاة؟ التقصير الثاني، الآن كلنا لما نقول اللهم صل على محمد تجد المسجد يضج بالصلاة عليه وسلم، وهذا أمر لله الحمد طيب، لكن الصلاة عليه ابتداء هذا الذي يحدث منا فيه تقصير. كيف؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب الربع من الليل فقال أيها الناس اذكروا الله، جاء الموت بما فيه، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، فقام إليه أبي بن كعب فقال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم.